باعتبار أنه القصر الوحيد في العالم والذي لا تغيب عنه الشمس طوال النهار. وتم ذلك بتشييد قاعدة الخرسانية على رومان بيل تدور على عجلات، بحيث يلف القصر بمنحي كل ساعة ليرى الواقف في شرفته كل ما يدور حوله، ويتبع الشمس في دورانها على مدار ساعات النهار. شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد مبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد قليل من افتتاح قناة السويس. ترجع فكرة بناء القصر إلى البارون مبان، والذي عرض على الحكومة المصرية فكرة إنشاء حي في الصحراء شرق القاهرة، واختار له اسم هليوبوليس، أي مدينة الشمس. واشترى البارون مبان الفدان بجنيه واحد فقط، حيث أن المنطقة كانت تفتقر إلى المرافق والمواصلات وكذلك الخدمة. وحتى يستطيع البارون جذب الناس إلى ضاحيته الجديدة، فكر في إنشاء مترو ما زال يعمل حتى الآن، وأخذ اسم المدينة مترو مصر الجديدة، إذ كلف مهندس بلجيكي كان يعمل في ذلك الوقت مع شركة مترو باريس لإنشاء خط مترو يربط الحي أو المدينة الجديدة بمدينة القاهرة. كما بدأ في إقامة المنازل على الطراز البلجيكي الكلاسيكي، بالإضافة إلى مساحات كبيرة تضم الحدائق الرائعة. قرر البارون مبان إقامة قصر، فكان قصرا أسطوريا، وصمم بحيث لا تغيب عنه الشمس، حيث تدخل جميع حجراته وردهاته، وهو من أفخم القصور الموجودة في مصر على الإطلاق. استلم البارون مبان قصره من معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وصممه المعماري الفرنسي ألكسندر مارسال وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء في العام 1911. زي ما شفنا في التقرير دلوقتي، هو ده موضوعنا في الفقره دي عن قصر البارون مبان، وبيشرفنا النهارده الدكتور خالد سعد الباحث الاثري اللي هيجيب لنا اسرار هذا القصر اللي ممكن الناس كتير ما تكونش عارفاها. صباح الخير. صباح النور يا فندم. دكتور، يعني احنا في حاجات كتيره قوي في بلدنا احنا ما نعرفش عنها حاجه، منها قصر البارون. فحضرتك بقى ليك ايه المايك تقول لنا كل اللي احنا عايزين نعرفه وما نعرفوش. بس اول حاجه اللي اتقال في التقرير ان هو بيلف، يعني عايزين نعرف تفصيل اكتر يعني لازم برضو نعرف مين هو البارون مبان. كويس. البارون مبان عباره عن مهندس عبقري ظهرت شهرته بعد ما قام بعمليه انشاء خط مترو في باريس، وكون ثروه كبيره جدا، وبعدين ابتدى ينتقل في معظم دول العالم، وكان عاشق للتراث بشكل كبير جدا. فراح امريكا الجنوبيه وراح المكسيك وراح سانتا لوتشيا وسان فينسنت وخلافه. استقر بيه الوضع فين؟ في الهند، وحب التراث الهندي قوي. كون شركه كبيره جدا للقطارات او المترو. في وقتها كان الحكومه المصريه كانت انشات سنة 1856 محطة مصر، وأعلنت عن إنشاء مناقصة لإنشاء خط سكة حديد ما بين المنصورة وما بين المطرية عند بحيرة المنزلة. فهو قدم شركته قدمت كأحد الشركات المتقدمة، ولكن الحكومة المصرية أعطتها لشركة إنجليزية. هو جه مصر بقى إيه سنة 1900
و3 بعد افتتاح المصر المتحف المصري بسنتين. ولما نزل مصر يعني هو كان معتقد ان الحضاره الهنديه دي حضاره ايه اسطوريه. فلما نزل مصر انبهر بمصر. فظل من 1903 لغايه 1929 ما سابش مصر. لدرجه ان هم بيقولوا ان هو عشق تراب مصر وراح للحكومه المصريه وطلب منها ان هي تباع له حته ارض فاضيه اللي هي منطقه مصر الجديده. وفكر ان هو يعمل حاجه اسمها ايه؟ واحه مصر الجديده. الراجل ده لما جه ما كانش فيه اي مباني غير ميدان رمسيس، وهو كان اسمه بركة الفيل، واتسمى بعد ما اتعملت محطة مصر اتسمى باب الحديد. فما كانش فيه اي حاجة غير منطقة العباسية اللي عملها عباس حلمي الثاني ومنطقة الحلمية. الكلام ده عارفين تقريبا سنة كام؟ لما جه الخديوي اسماعيل ووالدته كانت يعني بتعاني من بعض الامراض العصبية، وكان نبات الزعفران هو النبات المهدئ، بنى لها قصر الزعفران اللي هو داخل جامعة عين شمس حاليا. ما كانش فيه أي مباني. فالبارون إنبان اشترى من الحكومة 5952 فدان. المفاجأة إن هو إيه؟ إن هو عمل أحسن وأكبر وأفخم فندق في العالم. فندق الإنتر كونتيننتال بالاس. الفندق ده عشان برضو حضراتكم يعني ما تستغربوش، كان كوبايه الشاي ب 15 جنيه سنه 1911. رقم ياكل عيله ست اشهر بس. وكان واحد ان لم يكن احسن فنادق العالم، لدرجه ان كان في واحد في البرازيل اسمه ملك الشوكولاته، وان مراته طلبت منه من جوزها يعني ان هو يعمل لها قصر مشابه، فقال لها ان ميزانيته ما تستحملش. وكلف القصر ده قد ايه بقى سنه 1911؟ كلفه 20 مليون جنيه وقت ما الدنيا كان بخير، وده مبلغ خرافي. حب بقى البارون إنبان ان هو يبني له قصر، وبالتالي هو كان بيحب يتنقل ما بين العالم. لقى في معرض في سويسرا لبعض المهندسين عارضين بعض التصميمات الهندسيه لبعض القصور، فلقى واحد اسمه الكسندر باريس عارض فكره قصر، عجبه جدا التصميم بقى بتاع قصر البارون، واشتراه منه وطلب منه ان هو يجي مصر وينفذوه. القصر واحد من احسن قصور العالم، هو طبعا مستوحى من الحضاره الهنديه. هو مبني على طرازين معبدين اتنين، معبد هندوسي ومعبد من كمبوديا. هتلاقي فيه الطراز اللي احنا بنسميه الهندوسي اللي هي الافيال والاشياء المتصله بالحضاره الهنديه وخلافه. لكن القصر ايه يعني جماله؟ ان هو قصر مبني على مساحه 12.5 فدان. المساحه كلها بتاعت المبنى سواء بالسور او الجناين، لكن مساحه القصر فيه سبع اوض بس. سبع اوض بقى يجري فيها يمرح. ثلاثه تحت واربعه فوق. الاربعه اللي فوق بتاعت اسره البارون إنبان، والاربع اوض كل اوضه فيها حمام. والثلاث اوض اللي تحت اثنين للضيافه وواحد قاعه للبلياردو لا بالبلياردو يعني. وتحت البدروم بقى القاعات الخاصه بالخدم والمطابخ والافران وخلافه. الجميل بقى ان كان في سرداب. لا خلينا نقول يعني دلوقتي اصل البارون ده هو مبني على دور اول ودور ثاني ودور بدروم تحت، احنا مش شايفين المناره. كل ده بقى مبني على قاعده من رمان البلي. بتلف كل ساعة تلف لفة كاملة، بحيث ان ايه ان قيل عن هذا القصر انه لا تغيب عنه الشمس.
بحيث ان حضرتك لو قاعده في احدى شرفات هذا القصر بتستطيع انت ان تري كل اجواء المحيطه بالقصر في خلال ساعه. الجميل برضو واللي محدش يعرفه ان لم يتاثر الصرف او المياه بموضوع ساقية الرمان دي، ساقية الرمان اللي هي بتدور دي، وعمل سرداب يوصل من القصر لغايه كنيسه البازيليك اللي هي قدام الكربة، يعني من تحت ممكن بيوصل للكنيسه، لغايه الكنيسه. واوصى ان هو لو مات في اي وقت من الاوقات ان هو لازم يدفن في مصر، في اي مكان في العالم لازم يجيبوه. وفعلا اتدفن هو وابنه عند كنيسه البازيليك. الجميل بقى ان هو عمل ايه لما لقى ان المنطقه صحراء، استاذه هند عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ بنى حي كده للعمال اسمه ميدان الجامع. هو اللي بناه ميدان الجامع؟ للعمال، مش للناس، للعمال. وبنى جامع فخم جدا، ومجموعه المباني الاثريه حاليا اللي بناها للعمال الغلابه اللي في ميدان الجامع تحفه معماريه. نعرفها. الجميل بقى ان هو جاء، احنا عارفينها ولا احنا مش عارفينها؟ لا، وزاره الاثار بتقوم بتسجيل كل المباني الاثريه. الجميل بقى ان هو عمل ايه؟ جاب صاحبه اللي هو اشترك معاه في تطوير محطه المترو بتاع باريس، وفكر ان هو يعمل اول مترو في مصر الجديده. اللي هو من ميدان باب الحديد لغايه ميدان الكوربه، لغايه الكنيسه البازيليك. هو المترو اللي فوق الارض. سماه ايه بقى؟ سماه مترو النزهه. مترو النزهه لان المترو ما كانش ليه بيبان، فحضرتك هتركب المترو في 15 دقيقه توصلي من رمسيس لغايه الكوربه تتفرجي على مجموعة اكنك في نزهه يعني. بالظبط. عشان كده لازال يحمل اسمه لغايه الان مترو النزهه. وعمل سوق حوالين كنيسه البازيليك بحيث ان هو يجتذب اكبر قدر ممكن من الناس، وابتدى ينشئ مجموعه من الانشاءات. الجميل بقى ان هو لما انشا هذا الفندق، والفندق ده كان على درجه كبيره جدا من الشهره لدرجه ان هو نزل فيه ارقى واعظم كتاب وفناني العالم. وظل هذا الفندق مثلا يحتذى للفخامه والثراء. الجميل برضو اللي احنا ما نعرفوش عن امبان ان هو اللي اسس مطار الماظة، لان هو راجل ثري، فعشان المسافه بعيده عليه ففكر ان هو يعمل اول مطار، وجاب اول طياره سريعه نزلت في مطار الماظة. وفكر برضو ان هو يجيب المنطاد الالماني بتاع دبلن برلين، وفعلا جه عندنا في مصر ومر فوق القلعه وصوره، ومر فوق الاهرامات. الراجل ده كان رهيب جدا، عمل مضمار للخيول في القصر ده، الفندق اللي هو فندق الانتر كونتيننتال بالاس اللي هو ايه دلوقتي؟ ضم الان الى القصر رئاسه الاتحاديه. يعني الدم دلوقتي الاوتيل كان في مصر الجديده. بالظبط. انا كل مخي راح لحته ثانيه. لا 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 لا، الاوتيل ده هو دلوقتي قصر الاتحاديه؟ اللي هو جزء من قصر الاتحاديه حاليا. والشرفه بتاعته كانت الشرفه اللي قدام البنك الاهلي اللي هي عند جروب. أيوه. اللي هي جنب قهوه النفتريون. عايز اقول لحضرتك ان التراث اللي وضعه امبان في مصر الجديده لازال يحتفظ بذكراه وبعطره، لان احنا لم نستطيع ان نغفل هذا التراث لانه جزء منه كبير باقي. وللاسف احنا بنعيب على بعض الملاك لبعض هذه البيوت القديمه ان هم بيهملوها او بيهدوها ويبنوا عماير وخلافه. مصر الجديده كانت مرتبطه ارتباط وثيق بإمبان، لدرجة ان هو كان بيطلع من القصر بتاعه ويروح الفندق بتاع الانتر كونتيننتال كل يوم عشان يشرب مشروب
عشان الناس تعرف ان احد اثرياء العالم بيجي هذا الفندق وبالتالي يتحمل دعاية يعني الفندق القصر بتاعه بقى ليه طرفة جميلة جدا ان هو لما جه يفتتحه سنة 1911 عزم السلطان حسين كامل وده كان اول سلطان لمصر فالسلطان حسين ما تخيلش ان بلده يبقى فيها قصر بالجمال والروعة ده فقال له ايه طب ما تسيب لي القصر ده هدية فطبعا البارون انبان اتحرج جدا وكان في موقف حرج جدا ازاي يرفض طلب ليه لسلطان مصر للأسف ان هو ايه مرض وخد شنطة هدومه وسافر بره مصر الى ان قامت الحرب العالمية الاولى وتغيرت السياسة واصبحت مصر تحت الحماية البريطانية فعاد مرة اخرى الى قصر امبان عمل تحفة معمارية يندى لها الجبين روعة 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 من روعات الفن العمارة في العصر الحديث جمع ما بين الطراز الكلاسيكي سواء البلجيكي او الطراز الاثري سواء الهندوسي او الطراز الفكر المتحضر في العمارة بتاع كمبوديا وعمل ميكسد ما بين كل هذه الموتيفات في القصر بتاعه فاصبح القصر بتاعه او قصر البارون انبان تحفة معمارية لا يوجد مثيل لها في العالم اعتقد كمان ان هو دخل الحضارة او المودرنزم بفكرة رمان البي اللي بيلف لانه ده ما فيش مبنى موجود في مصر ما كانش موجود كده خالص ولا في مصر الفكر ده موجود هو دلوقتي موجود في اليابان في ناطحات السحاب بس بيعملوه مش على اساس ان هو يلف على اساس ان هو يستعمل الزلازل لكن هو فكره كان ارقى بكتير جدا وفكر متحضر يعني طيب انا عندي سؤال يعني احنا عندنا المكان الاثري الجميل دوت القصر البراهين بان واحنا كنا بنعدي عليه بنلاقيه مقفول ليه مش ممكن يتفتح للجمهور ويعاد لرونقه مره ثانيه خاصة ان هو من جوه متبهدل او يعني متساب لا هو بعد ما البارون انبان توفى سنة 1929 الورثة بتوعه تمهم حوالي 50 سنة في اختلافات سواء بقى عرضه للبيع لأحد الأثرياء أو خلافه إلى أن استطاعت الحكومة المصرية أن هي تضم هذا القصر إلى وزارة الآثار أو هيئة الآثار وقتها وعلى فكرة أن استطاع أن هو يضم هذا القصر هو المهندس إبراهيم سليمان كان وزير الإسكان في مقابل أن هو يدي الورثة جزء من الأراضي في القاهرة الجديدة عشان يعملوا عليهم مشروعات استثماريه في مقابل ان هم يسيبوا هذا القصر لصالح طيب خلاص هو دلوقتي بقى بتاعنا بقى اثار داخله عندنا صح؟ ليه ما بننضفش المكان؟ الجنينه طبعا تحفه لما بيبقى متنور بالليل واحنا معديين منه بتلاقي يعني الناس كلها بتعمل كدوت على القصر لان فعلا مكان جميل. ليه بقى من جوه ما يتظبطش ويتنضف ونحاول ان احنا نرجعه مره ثانيه لصورته الطبيعيه بالشكل مثلا العفش اللي كان جوه موجود او اللي هم كانوا ساكنين فيه؟ هو تم فتره كبيره في اختلافات اداريه ما بين ايه؟ ما بين انتمائه الى المحافظه ولا انتمائه لوزاره الثقافه ولا انتمائه لوزاره الاثار. يعني في اكتر من فتره يعني لسه في خلاف؟ لا الخلاف ده زال خلاص وتم تسجيله كاثر اسلامي يعني. موضوع بقى فتحه للزياره احنا برضو لسه كدوله مصريه ما عندناش فكره استغلال الاثر كنوع من انواع الاستخدام الآمن. يعني احنا عندنا الاثر بنقفل عليه وبنخاف عليه وبنمنع اي حد من ان هو يقرب منه. لو احنا ادينا مثل بسيط في رودس في اليونان في القلعه بتاعه السلطان سليمان. القلعه دي الدوله او الحكومه اليونانيه عامله ايه؟ مديه القلعه لمجموعه من المستثمرين كمقابل حق انتفاع لفترة قليلة في مقابل ان هي بتاخد نسبة من ارباحهم تعمل بيها تطوير في المكان وفي نفس الوقت عاملة اشبه بمجلس ادارة للقلعة من المستثمرين دول يفكروا في تطوير المكان ازاي النظافة الاضاءة الليبل الممشى الشكل الحوانيت او المحلات بيع بقى الحتة
التذكار والحاجات دي عشان يجيبوا دخل مبيعات حاجات كده. عشان كده احنا برضو لان احنا مش المنوط بينا الماركتنج للسياحه، لان في هيئه في وزاره السياحه اسمها هيئه تنشيط السياحه، المفترض ان هي تعمل كوبريشن مع او نوع من انواع الاتصال مع وزاره الاثار، بان هي تتقدم بطلب لاحد المستثمرين ان هو يقوم باخذ هذا القصر اللي عمل نوع من انواع المزارات السياحيه مقابل حق انتفاع، يعني هو مش هياخده، مع وجود كافه الضمانات اللي بتحفظ للأثر المحافظة عليه من كافة الجوانب الأثرية. الأثر لأنه تم فترة طويلة جدا، أو الأصل لأنه تم فترة كبيرة جدا مهجور، كان مرتع للإشاعات. كان بيقولوا كله عفاريت. مين الناس اللي قالوا حواليه إن هم بيشوفوا أنوار والكلام ده كله؟ إن في بعض الشباب فيما عرف بقضية عبدة الشيطان، راحوا ودخلوا وتسللوا إذا هذا القصر وابتدوا يعملوا نوع من انواع الاحتفالات والاضاءه والكلام ده كله. فالناس ابتدت تنسج حوالين هذا القصر انه مليء بالعفاريت والشياطين وخلافه. على العموم احنا يعني نفسنا ان احنا نشوف القصر ده مفتوح للجمهور وانه يتوضب من جوه ويبقى متحف ومزار للمصريين والاجانب، لانه فعلا هيبقى ناجح جدا وهيشد ناس كتير من اخر العالم. والقصه بتاعت البارون دي لو اتحطت في القصر هتبقى برضه حاجه كده تشد السياح بالحدوته الجميله دي. طبعا شرفتنا النهارده دكتور محمد سعد الاحلام. هنطلع لفاصل ونرجع نواصل لقائنا اخر فقراتنا النهارده مع المطرب ايهاب.